بص يا حاج امين، بفضل الله السلم التاني تحت ايدي هنا اهو. طيب تمام، اديني حفرت لك زي ما انت عايز يا امين. جد ولففتك عليهم دهليز دهليز، فعد باعك يا معلم، باعك ب100,000 جنيه. استغرب ليه؟ ما انت يا ما بعت ناس كتير يا امين. اهدى يا بدر، تعالى نقعد ونتكلم، واللي انت عايزه هيحصل. اللي انا عايزه هيحصل برضاك او غصب عنك يا امين. لو على بيتك انا مش عايزه ما يلزمنيش، بس حرام عليك، انا عندي بيت وعيال عايز اربيهم. وانا يعني اللي ما كانش عندي بيت ولا عندي عيال يا امين، كان فين قلبك لما ولعت بيتي؟ كان فين قلبك يا امين وانت بتعصبني عليا؟ ده انا الوحيد تخليه يسرقني لما استغلت غيابي ونهكت حرمة بيتي وقعدت تنخرب فيه. بس انت قلبك كبير وبتسامح، خليك يا بدر انت احسن مني. اطلع يا حمزه، اطلع من فوق. حاضر يا بدر. قلت لك من الاول بلاش دم يا امين، انت ما سمعتش كلامي. انا استاهل ضرب النار، بس انت مش هتعمل كده وهتسامح. طلبتها ونولتها يا امين، عشت خاويهم وهتموت وسطيهم. يا اخوان لا هنموت هنا يا بعض. هي واحدة واحدة. ارضي بحمزة، حق امك جه حمزة. طلبتها ونولتها يا امين، اردم. كل حفل التراب بتنزل على الخسيس ده وتجيب قراط من حق امك يا حمزه. الله يرحمها يا ابو. ده صوت ابني، ده صوتك بينزل علينا. شو قلت لك يا حمزه؟ حق امك مش هديها يا ابني. الله يرحمها يا ابو.